هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة معاكم مارك. طبعا احنا دلوقتي هنلعب ماينكرافت بوكيت اديشن. طبعا احنا هنلعب هانجر جيمز. طبعا هوريكم ازاي تلعبوا هانجر جيمز، وفي واحدة اسمها باد وورز، وفي واحدة كمان اسمها سكاي وورز. لكن صراحة انا معرفش، ما في حاجات ما اشتغلتش عندي. سكاي وورز شغالة، لايف بوت شغاله، باد وورد شغاله، والبريزن شغاله، لكن مش عايزه يعني العب يعني. معرفش ازاي يعني. طبعا اكتر لعبه بحبها هي هانجر جيمز وباد وورز. باد وورز دي عباره اللي انت بتستنى بقى تاخد ايرون، وكمان بتاخد حاجه كده غريبه معرفش اسمها ايه. هي دي. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ واو، ايه ده؟ دول اول كانوا بينزلوا كده حاجات تحس ملح كده بينزل. مش مشكلة. طبعا يا جماعة، اول حاجة انا بعملها بهرب على طول. يعني انا بحاول الاقي تشيستات في اماكن تانية. مش لازم بصوا ده جاس 1933. ده الراجل ده قدام على طول الشاست، يعني ممكن يجيبها على طول. شوف انا كمان بتحرك، وعبال ما يتحرك بسرعة كده. يلا ابتدي، يلا ابتدينا. ايه ده؟ في شاست. استنى، وحياتك عندي عيال. ايوه هزر طبعا. استنى، دامد اوف داجل دي. ما فكر الراجل ده مش حبوب. اراني ده راح فين؟ ماشي. طبعا دلوقتي مش بي يعني دلوقتي بيوم ممكن خلاص تضربوا بعض. ثواني. ايوه نطلع كده. انا كنت لسه في حد شايفه، معرفش فين. كنت شايف حاجه كده. انا حد لاني خلاص موتني. بعرف كهرباء. والديث ماتش ده عباره لو مثلا لو مفيش حد فضل من كله خلاص. انا جربته وخسرت. يعني انا دايما بخسر. لا ما تروحش تروحش، خليك امان. انا دايما بخليني كده. اصل هو عنده ارمر وكمان سورد، هيقطعني ضرب، مش هيرحمني. حتى كمان بلا 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 من حته بعيده قوي، يعني ما اعرفش ازاي يعني. طيب يا جماعه، انا دلوقتي في كده حاجه عايز اسالك فيها، وما اقدرش اشترك فيها بس الا بمساعدتكم انتوا. عايزكم تعملوا شير للفيديو وكل الناس يشوفوه. لو احنا وصلنا 8000 سبسكرايب مشتركين، يعني انا ممكن اشترك في البتاع ده اللي هو الاعلانات ده. لو انتوا عملتوا 4000 فيوز على الفيديو ده ممكن كمان اشترك. عشان كده اعملوا شير شير شير. استنى بكلمهم يا جماعه. انا مت. طب احنا ما نلعبش اللعبه دي، عشان اللعبه دي شكلنا هتنفذ يعني، وحامل حاجات وحشه قوي يعني. طبعا انت طبعا انت بتاع تغير اسمك لاسم تاني، مش الاسم الحقيقي بتاعك. مثلا انا اسمي مارك، خليته ماركو 1 2 3. ما خليته ماركو ليان. طبعا بتسألوني اخترت 2 3 2 3 4. ايه ده يا جماعة؟ ماما ليه غيروه؟ انا مش بحب كده اللي هي عم شبه. لا بقى انتوا مش كده. يا رب
استنى يا جماعه ممكن تشتغل شكلها مش هتشتغل. طبعا ندخل تاني نشوف ايه ده، ايه الحاجات دي؟ خلاص اويش هم غيروها، انا ما كنتش عايز يغيروها. حلوه دي. طب استنى دي شكلها زحمه يعني، واحنا نقعد كتير قوي. بحاول ادوس كده ممكن يدخلني في اي ماتش. اوكي يا جماعه طبعا دلوقتي كله طفش خلاص يعني، خلاص نيرو اكيد يعني خلاص مفيش. ايه ده ايه ده، مش ما في حد اختفى وانا لا. احنا بقى مش شكلنا مش هننتقل. بيد وورز احلى لعبة بحبها والله، ولا احلى لعبة. طب انا يا جماعة بدل كده بقى يبقى اخليكم تتعذبوا. خلاص انا طبعا يا جماعة احنا دلوقتي دخلنا الجيم. تمام هو ساعات كده بيوفرك يعني وقت بدل تستنى 50 دقيقة على طول يعمل هنا. وانا طبعا التيم بتاعي ريد، هو طبعا بيكتب لك فوق التيم بتاعك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض اسود. ايه ده يا جماعه، ايه ده؟ ما فيش حد معايا، انا شكلي لوحدي يا جماعه، بشكلي لوحدي. خلاص انا لوحدي، سمي نفسي لوحدي. ياس مفيش حد معايا، مفيش حد معايا. ايه ده؟ طب وانا فين، انا فريق ايه؟ فرقتي. طب ليه مفيش حد معايا؟ اوحش حاجة اللي انت ما تقدرش تشوف انت يعني انت تختار يعني فرقتك اقوى. ايه يا جماعة، مش انا عارف الاقوى دي بتاعت اسمها ايه دي؟ بتاعت المية، لكن ما اعرفش الاقوى دي هنا معناتها يعني ايه. بالعكس يا جماعة، انا ساعات تعرفوا لما ازاي بصنع بقى المسورد. انا قبل كده ما كنتش بعرف ازاي بنصنع، بس دلوقتي بعرف ازاي بنصنع. هو خلي كده دلوقتي عندنا 4. هو ده تدخل عند ويبنز. طيب يا جماعة انتوا لو لو جالكم 7 ايرون ممكن تعملوا اللي هو ايرون سورد، اللي هو ده اللي هو ليفل 3. طبعا انا هاخد بس بلوكات، والباك بتدوس اللي هو ده هيعمل لك باك. طبعا انا هدخل على البلوكات بلوكس اخد بقى، لكن مش هاخد يعني كتير يعني كتير 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 قوي يعني ما تتخيلوش قد ايه يعني قد الكون نفسه. انا هعمل بس واحد ستوك. دلوقتي بقى ممكن اصنع ايرون سورد. دلوقتي احنا هنعمل بقى بلوكات. كان انا خايف لما انا اول ما اروح اروح القرية دي واتاكد لسه محدش جاهز ولا ايه. انا خلاص انا هبتدي اجهز بقى. ايه ده ايه ده، ايه اللي حصل؟ ولا جاي احط بلوكات؟
لقيته كده مرة مروحت كده بتاع ايه ده. استنى بقى احنا نستنى بقى. تمام يا جماعة، انا عايز مساعدتكم عشان نقدر نطور القناة اكتر ويبقى في فيديوهات اكتر. انا في الصيف هعمل لكم شوية فيديوهات، يعني انا احتمال اعمل لكم كل يوم احتمال، يعني عشان كده عايز مساعدتكم عشان نقدر نعمل لكم كل يوم. تمام، انا خلصت من حاجات كتيرة، لسه فاضل لي 3 امتحانات واخلص. فاضل لي بكره يوم الاثنين، تمام، احنا النهارده الجمعه، فاضل لي السبت والحد والاثنين. طبعا الحد ده طبعا بيبقى اجازه، يعني مستحيل حد ياخد فيه مدرسه. امال بقى لو انتوا في مدرسه بقى يبقى اكتبوا تحت في الكومنتات. او خلاص اخدنا 7، يلا بينا. بس انا يا جماعه عايز اخد اسمه ايه ده، عايز اخد بلوك. ومحيش كده، احنا ناخد ده، احنا ناخد ده، وده اللي مش عايز ياخد. اقوى سبير ايرون مثلا احنا ناخد ايه تينا، واحد ستاك يعني 64 بس بلوكس الستاك. هنا ايرون احاول، يعني ليه ما خدتش حاجه من دول؟ بص، لما نقف عليه بقى زي اوكي اوكي خلاص فهمت بالراحة. واحدة ماشي، ده حتى كمان في اللعبة متدلعين. ايه ده يا جماعة؟ مشكلة احنا عندنا بلوكس، احنا ما يهمناش. طب يا جماعة انا عايز اعمكم كتير قوي. لو بصوا دلوقتي هقول لكم حاجة، لو انتوا ما تدوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب ال4 حاجات دولت مش هعمل لكم ولا فيديو بجد. عشان نقدر نكمل في القناة، لو كمان في القناة ان شاء الله بقى هعمل لكم بقى كاميرا مش موبايل. ما تقولي في وحشة، انا عارف، ما تقوليش انا عارف. يوم انا حمل 2 احسن احتياطي عشان بس لو وقعت. يوم مالها حوسة؟ تفهم ايه حوسة؟ حوسة يا جماعة انا بحبكم كتير قوي، لكن وانتو كمان لازم تحبوني كتير قوي. واضح انا عارف انتو كمان بتحبوني، بتحبوا تتفرجوا على الفيديوهات دي. يا جماعة عرفتم؟ يا جماعة مالها في ايه؟ ايوه تاني التالت بقى، وحياتك بقى، وحياتك خلاص، وحياتك شايفك خلاص كده انزل عادي. يس وصلنا يس جولد، هات جولد، عايز واحد جولد. اقوى واحد في العالم، يلا مين
انا هقعد الم بقى على فين. مفيش انا باي هير. واو ده انا بطاقتي رهيبة اهو. انا بضيع خط وقت باي هير. طب انا ممكن ابيع هنا يعني انا ما عنديش يعني. طب استنى باك ده انا عايز اشوف لو ممكن اصنع دايموند سورد. ايام الليجند ماركو ايست ليجند يعني اي حد يقرب منه خلاص انا لو مات المغرة عندي دايموند سورد. يا جماعه اول مره معاكم كده وعندي دايموند سورد. ممكن يبقى عندي اتنين كمان دايموند سورد واحاول كمان اصنع عشان انا بحبه. لا ايه يا جماعة مفيش حد ما عنديش حد. اذا في حد احمر مين احمر مين من فرقتي. طب يا جماعة طب بصوا طب انا دلوقتي هطلع من السيرفر ده وادخل لكم في سيرفر تاني ماشي ماشي يلا. دلوقتي دخلنا في سيرفر تاني بعد ما حصلت المشكلة دي بس متلعبوش. السيرفر ده هيبقى حلو وجامد وفي حروب وفي حاجات. طبعا دلوقتي انا عارف ازاي بنعمل دايموند سورد. هيبقى فور جولد تمام في الباد وورد. والايرون سورد هيبقى 7 ايرون. تعالى تاني استنى ايه ده هو انا ولا الناس كده بيطلعوا ايه ده ده شكله الحاجة الجديدة دي بقى فيها يعني ناس كتير قوي. طب انت ايه بس يو تيم بر اوكي خلاص بربر يعني ده ايه ده اوكي يلا بينا نبتدي اللعب. مفيش ناس كل واحد بيسمع نفسه ده يعني لا 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 يبقى كل واحد لوحده بقى انت تاخدش حاجة ماشي محدش لسه هبتدي بس يصنع البلوك بلوكس لسه انا هصنع هوديه هناك اللي هو بيروح كده لحاله يعني لوحده يعني اتنين تبقى جامد بقى وعندك الارمر وعندك الدايموند سورد. تعال خلاص باي باي انا ما شفتش الحاجة دي تاني في حياتك. طب نصنع تاني وتاني وتاني. لا طبعا مش تاني وتاني وتاني يعني انت تقدر تصنع تاني بس الدف ايه ده انس يعني ما اعرفش بقى اللي فاضل يعني هو بس اللي هيكسب. طبعا دلوقتي احنا هنصنع بلوكس عشان بس نعرف نعدي حد صنع بقى بلوكس هتبقى مصيبه عشان بس انا مش عارف اي حد يصنع. وانا بقى القديم خالص انا طبعا ما كنتش بسجل وقتها في حلقه في بداياتي في ماينكرافت الحلقه الاولى انا يعني تمام كنت عايز اعمل حلقه تانية. انا خلاص انا بعد ما عملتها ما اتنزلتش قلت خلاص بقى مش هعملهم بقى حلقه تانية. ما احنا عشان هكمل في بداية تانية يعني مش هكمل في نفس البداية عشان كده ما حدش يزعل مني في الماينكرافت
مصارعة حراقة. انزلكم هانجر جيمز وباد وورز والحاجات دي كلها. تبقى نسمع بقى تمام اهو. وتبقى نسمع بلوكس. يلا بينا ندخل على البلوك. ندخل بلوكات بلوكات بلوكات. يلا ان شاء الله تجيب العالم كله معاك. يلا 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 يلا. سواء سحر سحر. ايه ده عايزين انا اجيب. بس انتوا ايه رايكم في لعبة الماينكرافت؟ قولولي تحت في الكومنتات حلوة ولا وحشة ولا نص نص ولا ايه. ادعي لو ما يحصلش كده معايا. طب هو حصل معاك كده ادعولي بس كده اللي انا اتمم دي على خير. ايه ده ايه ده يا جماعه في غش. اوف انا زهقت لسه هقعد اجمع ايرون وده شكله باظ ده صح بقى خلاص مفيش ده. مفيش ملوكس مش هنعدي. مفيش هنعدي. مفيش جولد. مفيش جولد. انا حاول انط. استنى ايه ده ثواني بس يا جماعه بس معلش علق. طبعا دلوقتي شكله علق. معلش يا جماعه اعذروني على الكلام المتعلق فعلا يعني. خلاص يا جماعه انا حامل اكتر من كده خلاص يعني. طبعا دلوقتي ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير لكل الناس اللي انتوا تعرفوهم. تمام يا جماعه معلش الحلقه دي ما كانتش طويله وكمان ما كانتش حلوه بس اعذروني عشان انا بس عندي امتحانات عشان كده بسجل بسرعه. مش بسجل بسرعه يعني انا عايزكم ما تزهقوش خلاص يعني تعرفوا لو انا عندي امتحانات ما خلاص يعني مش هنزل اي حاجه. لكن انا خلاص من يوم الاثنين ممكن انزل لكم حلقه لكن ما اعرفش بقى اثنين بقى هيبقى امتى يعني الصبح ولا بالليل ولا الظهر. ما يوم الاثنين هياخد الاجازه اجازه الصيف بقى. ولو جبت جو برو لو جبت يعني في يوم من الايام ممكن انزل لكم بقى بيه على البحر بقى وتشوفوا بقى المناظر الخلابه. يلا سلام عليكم.